السلام عليكم اخوان الاخوات، مرحبا بكم في هذا الفلوغ من رومبا ديال طريق كازا. هي هذه ليونفاس، هذه ليونفاس في اتجاه ندخلوا لمراكش من رومبا ديال طريق كازا. هي طريق عامره مع ديرها 6 تقريبا، 6 وشي حاجه، طريق عامره كاين لومبوتياج كيقولوا ليه بالفرنسيه، لومبوتياج تيقولوا ليه بالعربية الزحام، باش يقول ليه بشلها يزيكر له الله، باش يقول ليه. المهم حنا نمشيو دابا، حنا دخلنا لتركازا من دخلت مراكش من تركازا. حنا غادي الطريق دابا تمشي ديريكت تتلاقى مع شارع عبد الكريم الخطابي، تدوز على مرجان و تمشي حتى تتلاقى مع داك الكرواز ما بين شاي محمد الخامس وشاي محمد السادس، تمشي حتى لبلاص دارما. المهم هنا غادي نقول لكم الاجواء، بركات خير، الشتيوا الحمد لله والشكر لله، الشتيوا بعدا صبات شويه. النسبه ديال الملء الحمد لله وصلت لي كدا 20%، ان شاء الله توصل ديك 50% 60%، انتظار ان شاء الله توصل نسبه الملء اللي هي 100% باذن الله، حتى نعرفوا بان راه الماء هو الحياه، الماء هو الحياه وكل شيء، ما كاينش الماء ما كاين والو. هاد شارع عبد الكريم الخطابي فايت صورتو ليكم، ومرة مرة تنقلو عليكم، صورتو ليكم تنظن في شهر 6 ولا ما عرف شهر 5، والله ما عقلت. على حسب. المهم حنا فوقتاش ما تحت الفرصة كان تنصور ليكم، تعطيكم نبدة على الطريق. المهم هنا كاين لي زوتيل، كاين لي زابارتمون، كاين دي ريزيدونس، تيكونو شوية تيكونو مسدودين فيرمي، تيكون فيهم السانديك وداكشي، تنظن قطارات بغات تبدا يمكن الشتا. غندوزو على مرجان ديال تركازا، غادي نتكروزو مع شارع علا الفاسي، غادي نوريه ليكم. هاهي نتوما شفتو غيزيدونس كاردن مراكش كاردن، هاهي على اليمين، كاعدو دي غيزيدونس. فاش بداو فاش بحال تباعو كانوا رخاص شويه في الثمن، و دابا راه طلع الثمن، انتم شتو الثمن 50 مليون، 50 مليون لابارتمون هنايا، وليني تنظن تباعو مشاو مبقاوش حاجة. فاش تكون عند الشركة كتكون شوية ناقصة في الثمن، ايوا فاش يشدوها الناس الا تيشريوها تيخسرو عليها، مثلا تيدخلو لها المواقيت الماء الضو تيسجلوها يحفظوها، كيربيو عليها الكبدة كتولي تغلى في عينيهم و تيوليو يغلوها علينا، تيوليو يغلوها على الشاري شي بيشري. هدا غولاكس اوتيل، هدا اللي على اليمين هو اللي كنت صورتو ليكم فاش درت ليكم دوك لي كاينين حدا مرجان، دوك لي سوبر مارشي لي كاين حدا مرجان. حنا دابا في هاد الرومبا هادي غادي نتكروزو مع شارع علا الفاسي، كنظن غادي يشدني الضو، غادي يشدني الضو، مكاين لا شنو نتسابق مع هاد الناس هادو. هادا دابا لي تيكرواز هنا شارع علا الفاسي، شارع علا الفاسي مرجان على اليمين، إيوا كيتايا ماكدونالد إل سي واي كيكي،
مرجان ايوا هادو دوك الشركات الكبار. اختي دابا نتسنى حتى هو قرب يشعل. هو شعل. نكمل الطريق في اتجاه بلاد الشتيوة تنقطو. المهم بالنسبة لبعض الناس يطلبو مني شي بلايص، صراحة مثلا كاين البلايص اللي كيكونوا مثلا في الطريق ديالي، وكاين البلايص اللي يجوني مطرفين شوية ما كاينش كيفاش نمشي لهم. انتي اذا تكون شوية قاصحة باش تمشي لهم، نمشي خصيصا لهذوك البلايص. تيجيو شويه مطرفين بحال والله الا شي تعمر تنقول غنمشي للشويطار، غادي نمشي لحيتورير، غنمشي ل سبحان الله باقي ما كتبش زحام هنايا. شتي الناس بغا يدورو على اليسار وبلوكو الطريق. ايوا حنا غادي نحبسو دابا تا يطفو الطريق ونكملوا الطريق. حبست التسجيل حتى خوات الطريق، لان دابا لا بقيت نسجل، غادي نسجل لكم غير الطنوبيات واقفين ما كاينه معنا. قلنا الله ما نسجل لكم، نحبسوا التصوير حتى نكملوا السوقان. وديك الساعه الحمد لله بعد هاد الشيء والله العظيم لا شيء نيوت لي جول الصدر. ها هو شعل الخضر لما تلاقينا تاني مع ماشي زحام تاني. هذا شحال هو غادي السينيال شويه غير تقريبا يدور. حنا باقين دابا في شارع عبد الكريم الخطابي. كان واحد الاخ في التعليق قال لي ودي عافاك لما عاود دير لينا لوكاليزاسيون البلاصه فين كاين انت باش نعرفو. قال لك راه كنتلفو، قالك تنتلفو ما تنعرفوك فين، مين مشيتي مين دزتي فين غبتي علينا. يقولك ما عرف منين قالك تتلف ما تيبقاش يتأوريونطا، ما تيبقاش يعرف فين الشمال والجنوب والشرق والغرب. هي الصراحة ولكن داكشي خصها تاني شي أباراي تكون سوفيستيكي، خصك تولي دير خاصنا نوليو نديرو ديك اللعبة ديال جي بي إس تكون انتيغري في الأباراي ويكون فهمتي باش تولي تتسوق وفي نفس الوقت تنقل جي بي إس لا سميتو. مشي عطيك نحبسو لكم التصوير تتسرح الطريق. انا لاحظتو ثلاثة ماكدونالدات دروك اللي دزنا عليهم في هاد الطريق هادي. دابا كون كانوا في الجزائر كون راه ثلاثة ديال الوزراء اللي افتتحوا ثلاثة ديال الماكدونالدات، حيت عندهم هما الوزير تيفتتح ماكدونالد. غنكملو الطريق هانتوما شتو هاد الرومبا ديال ماكدونالد تاع كازا. نكملو حنا الطريق مع شايب كريم الخطابي هو هدا. نكملو الطريق او تاني راه منظر اخر تاني مع الشتا، داكشي تاني متذكروش. الانسان سبحان الله العظيم تي القلب ديالو تي نشط. بالنسبة في اوروبا وهداك الشيء عندهم الشتاء وهداك الشيء تيطلع لهم الدم، لان ما تدخلش عندهم الشمس.
اما حنا الشمس عندنا صاحبين معاه هنا كاينه بالدار كاع كتدخل كاع وكتلقى مريحه في الصالون الشمس موجوده ديما عندنا حنا هنا والشمس داكشي باش طلعت لينا في راسنا هما دابا باغيين الشمس ما تيشوفوها على شحال داكشي باش فاش تكون خارجة عندهم الشمس يقول لك الفيبو وحنا فاش تكون تتصبشتا تيقول لك اول واه تنقول واه القضية الحمد لله القضية فيها تتصبشتا وراه كلشي من الماء هما اللي ترى هاد العام هذا اللي فات قال لك راه اول عام كان عندهم جفاف كان عندهم عام ديال الجفاف في اوروبا كنكملوا الطريقة تنحبس لكم التسجيل فاش تكون فاش نحبس في شي فروج ايوا باش ما نبدا نحسبوا عليكم نفاكتوريو عليكم حتى فروج ما جاتش ايوا حنا باقين في محمد بن عبد الكريم الخطابي واحد راه كان نصح عليا فاسميتو على هاد الاسم ديالو ديال قال لي ما سميتوش عبد الكريم الخطابي سميتو محمد بن عبد الكريم الخطابي عنده الحق وليني هنا دابا بارابيتي تنقولو ليه عبد الكريم الخطابي ما تنقولوش ليه هنا كاع محمد بن عبد الكريم هادو لا فاك هادي اللي دزنا عليها لينسا وهادي لا فيستي اللي على اليمين ثم تبع هذيك المكتبة الجامعية بلاتي نخليو هاد الناس هادو يدوزو هاد الناس ديال لافاك أخدينا شي وشي عرفنا عليه هادي على من المكتبة الجامعية تبع نيت الجامعة ديال القضائية هذا تا هو وهذا مجمع ديال الابتكار هذا اللي على اليمين مجمع ديال الابتكار ايوا دي ريزيدونس دي ملاعب القرب على اليمين واحد المدرسة هي الثانوية الإعدادية المجد هي على اليمين ثم هاد لابوطيل ابارتمون لي زوطيل لي سميتو لي كافي القهاوي والمسائل داكشي حنا غادي نظن غادي نساليو هاد البلوك ديالنا في هاد لي بلاص دارم بلاص دارم في رومبا هاد رومبا د فيروج هادي هي بلاص دارم هادي في كروازما مع شي محمد الخميس و لا درتي عليه ما تمشي لبين القشاري مشيتي ديريكت غادي طيح في شارع امام السادس باش لا ما نسالوش هنا حيت باقي شارع كي مخطوبين مشى حتى لاكار تي غادي نمشيو معاه نشوفو مشى حتى لاكار غنكملو نمشيو حتى لاكار عاد غادي نسالو البلوك ديالنا زادنا شوية ديال الفابور بالنسبة لطريقة الكلام واسم اللي كاين شي واحد تيقول لك اودي لا قول هكا ولا قول هكا راه انا تلقائي داكشي اللي نتناقش معكم بحال مريح مع شي خويا ولا صديقي ولا صاحبي ولا كذا فهمتي نهضر بتلقائية وصافي ببساطة مثلا بدون زواق بدون نتناقشوا في مواضيع مختلفة حتى والله ما تنوجد المواضيع راه هي نشعل لاباري ونقول بسم الله الله اكبر تنبدا خدام مرحبا اخواني اخواتي بلوك جديد كذا من هنا حتى تنسالي البلوك وموضوع تيجي بموضوع غادي هكا هادي التنوية ديال لالا مريم هادي اللي قريت فيها كاتريام قريت فيها كاتريام فبلاتي نقول لكم امتى 83 نقص هاديك 90 86 87 قريت فيها كاتريام 86 88 89 لا 86 87 88 88 89
89 هي هذيك 86 87 قريت فيها الكاتريام. اخوكم قديمه لا صيانه هي هذه هذه اللي علمنا هي هذا الحد ديال اللور مو الباب ديالها من جهه اخرى. اخوكم قديمه ها واش غادي الله يكبرنا على طاعه الله سبحانه وتعالى. حنا باقين في بولفار عبد الكريم محمد بن عبد الكريم الخطابي. هذا بادي عاود يعلق لي هذاك داك سيدي بوك علاش تقول عبد الكريم راه سميتو محمد بن عبد الكريم الخطابي. وين مزيان مزيان شتي شوف نقولكم واحد القضيه بعدا اي واحد بغى ينتقد ولا عنده شي تعليق اللي مغاير ولا تي عنده شي حاجه مغايره مثلا شي تعليق اللي ما تتفقش معايا شي حاجه مرحبا طبيعة الحال الا ما عاد الى اختا الى ما يخرجش على دوك الاساليب ديال اللياقه وصافي. كاين شي وحدين مثلا تيعلقوا شي تعليق ماشي هو هذاك وراه ما عرفش خاصه تيقولوا هذوك الجزائريين والله العظيم الا ما شاء الله وصافي عندهم واحد العقليه عزيز عليه عاير تتحب له وجهير هو اللي تعرف عاير والله المغربي يشدك بشي معيور لا تلقك ولاني المغاربه سبحان الله خصك تطلع ليه الدم الا ما طلعتيش ليه الدم ما يسبك ما يعايرك ما يتخاصم معاك ما يدبز معاك ولاني الجزائري بلا ما طلع ليه الدم ما تجبدو كاع هو ويسبك دابا هو الصحراء ما عنده با علاقه ما ديالو ما تيقول لك انا ما عندي او تيقول هو انا ما طامعش في الصحراء ما عندي علاقه بالصحراء. الصحراء مساله امميه وفاش هضر عليه يقول لك لا با بدا تيتعاير معاك ولكن مساله امميه وعلاش تسلح في هذوك الناس خليوها الشيكو كانت فعلا خليتوها مساله امميه وقلتوا لهذوك الناس سيروا دبروا على راسكم راه سيروا عند الامم المتحده تقلب لكم على حل ما لو كان تحل المشكل شكون تيجيب لهذوك الناس سلاح شكون تيجيب لهم اودي هذا موضوع ما شاء الله وصافي راه هي لاكار هو هذاك اللي غادي نلقاوه على اليمين هنا في انتسالي في هاد الرومبا هادي في هاد الفيروج اين فوتو الفيروج غادي يسالي بولفار محمد بن عبد الكريم الخطابي. هذاك موضوع شائك شويه شاده ديال الجزائريين مع دا سميتو ما شاء الله هذوك الناس ما كاينش حتى كيفاش تفاهم معاهم ما كاينش ما تعرفوش يتفاهموا ما كيتناقشوش ما تهضر معاه في الشمال هو غادي معاك في الجنوب ما عارف تهضر معاه في الشرق هو تيغرب تعطيه شي حوايج شي حقائق اللي باينه ورغم ذلك هو ما اللي في راسه في راسه قراوه من صغرو بانه راه المغرب عدو المغرب عدو ها هي محطه مراكش لا غار دو مراكش نتمنوا ندوزو بعدا قبل ما يشعل لنا فروج. سير اصاحبي سير نسلت شهاده سكت ليه هاد مول الرونج سكت ليه سكت ليه الطونوبيل ايا ولدي الرونج سكتت ليه سكت ليها الموطور. وبهذا كينتهي الروك ديالنا. شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.